النهارده هنعمل مع بعض البطاطس المحشيه باللحمه المفرومه. المقادير: كيلو ونص بطاطس نضفتها وقورتها زي ما بقور الكوسه وحطيتها في ميه ساقعه عشان ما تسودش. بقيه المقادير: كوبايه ميه، ربع كيلو لحمه مفرومه، بصلايه كبيره متقطعه، نص كوبايه صوص طماطم، معلقتين كبار سمنه، معلقتين كبار زيت ذره، تمن معلقه شطه، تمن معلقه قرفه، تمن معلقه بابريكا، رشه كوسه طيب، رشه جنزبيل، ربع معلقه فلفل اسود، نص معلقه ملح، معلقتين كبار مرقه دجاج، وفصين توم متقطعين. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. حطيت صينيه وحطيت كسروله صغيره على البوتاجاز. هحط دلوقتي نص زيت الذره، حطيت معلقه في الصينيه ومعلقه في الكسروله، ونفس الحكايه برضو هحط هنا معلقه ونص من السمنه، واحط الباقي في الكسروله بتاعه الصوص. هبتدي اضيف البصله، اضيف عليها شويه ملح وفلفل، وهنا احط نص كوبايه صوص الطماطم، احط عليها شويه شطه، شويه قرفه صغيره، شويه ملح، شويه فلفل اسود، واسيب البصله لغايه لما تتدبل. هنا احط عليها الميه واسيبها لما تتسبك. كده البصله اتدبلت، ابتدي احط عليها الثوم، الثوم كمان اتدبل اهو. هبتدي دلوقتي احط اللحمه المفرومه. هنا اول ما الصوص هيغلي هبتدي اضيف مرقه الدجاج واسيبها لما تتسبك. هبتدي دلوقتي احط نص كميه جوز الطيب وشويه رشه الجنزبيل ورشه قرفه ورشه بابريكا وشويه الباقيه من الشطه. كده اللحمة المفرومة قربت تتعصج، هبتدي احط بقية التوابل عليها: الجنزبيل والقرفة، بقية الفلفل الاسود والبابريكا وجوز الطيب والملح. كده خلاص، بعد ما حطيت التوابل اللحمة المفرومة دلوقتي اتعصجت، وفي نفس الوقت كمان الصوص اتسبك. دلوقتي هقفل عليهم وهنشوف هنكمل ازاي. مع دلوقتي الصوص اخد منه شوية احطه في الصينية، هاخد واحدة واحدة من البطاطس واحشيها باللحمة المفرومة. كده انا حشيت كل البطاطس، هبتدي دلوقتي احط عليها كمان بقية الصوص. هغطيها دلوقتي بورقة فويل وهحطها في فرن البوتاجاز على درجة حرارة 400، وهتقعد ما بين 35 دقيقة ل 45 دقيقة، ولما تستوي هنرجع نشوفها هتبقى شكلها ازاي. البطاطس كده طلعت من الفرن، قعدت حوالي 45 دقيقة، شلت الفويل وحطيتها 5 دقايق كده على الشوي، وزي ما انتم شايفين بتطلع جميلة جدا وريحتها حلوة قوي قوي. هنشوفها دلوقتي لما نيجي نقدمها في الطبق هيبقى شكلها ازاي. وكده البطاطس لما بنغرفها في الطبق بتبقى طعمها حلو جدا. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وتجربوها. الى اللقاء.